هو حضرتك لما انا اكون مع حضرتك الان وقاعدين وانت انا في حضره سيادتك، انا عاوز دليل عليك ليه؟ ما انا معاك اهو. الله الله الله. فيبقى هو الطالب نعم. هو اللي عاوز دليل، لكن الحاضر يا مش الله. عاوز دليل. يا فاهل الله. الله في حضره، يعني في حضره الله سبحانه، اللي هم بيسموهم ايه؟ اهل الشهود والعيان. اهل الشهود والعيان ليه؟ ده ادراك درجه من درجات المعرفه. نعم. ادركت به علم يقيني درجه، وشهدت به عين يقيني درجه. نعم. وشهدت به عين يقيني فهو يقيني وهو يقيني الله، فقل جل الله. جل الله. ادركت به علم يقيني وشهدت به عين يقيني فهو يقيني وهو يقيني الله، فقل جل الله. هو حضرتك الشهود بيبقى درجة من المعرفة يصل بها إلى معرفة الله شهودا وعيانا حضورا. يا الله. لأن أعلى درجات العلم إيه؟ أن ترى بعين رأسك، ده يقين. نعم. أعلى درجات العلم واليقين أن ترى بعين رأسك. أيوة، ده بالنسبة للأمور الظاهرة. نعم. طب لما يكون المطلوب معرفته غيب، هترى بعين رأسك كيف؟ بعين قلبك بقى. جل وعلا سبحانه. أن يصل إليه أحد. نعم. أو يتصل به أحد. نعم. ملوش حد. عشان ممكن بعض الناس لما حضرتك بتقول يشهدون الله عز وجل فيقول لك هو حد هيشوف ربنا. أيوة. لكن حضرتك بتقول شايفها بعين قلبه. بعين قلبه. نعم. اللي زي ما البصير. النبي قال في مقام الإحسان، تعبد الله كأنك تراه. هو ده اللي قاله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، أن تعبد الله كأنك تراه. أيوة، الله يفتح عليك، كأنك تراه. سبحان الله. كأنك تراه دي العلماء قالوا عنها دي مشاهدة. الله. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإنه يراك دي مراقبة. نعم. ده مقام اسمه المراقبة الأخير. والأول اسمه مقام المشاهدة. المشاهدة يعني إيه؟ مولانا أبو طالب المكي بيقول مقام الشهود، يعني اللي يعرف ربنا سبحانه وتعالى معرفة الشهود والعيان. يعني إيه؟ قال يعني مشاهدة وصف قريب يحيط ببعد النفس فيستولي عليها فيغيب بعدها في قربه وينطوي عقله تحت ظنه وحكمته في قدرته كانطواء نور القمر في ضياء الشمس والله غالب على أمره. سبحانه. يعني إيه الكلام ده؟ مشاهدة وصف قريب. من القريب؟ الله سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فإني قريب. يبقى إذن من صفاته أنه قريب. ومن البعيد؟ نحن. لماذا؟ برؤية أنفسنا. طول ما أنا شايف نفسي مش هشوف ربي. دايما كده، طول ما أنت شايف نفسك مش هتشوف ربك. طيب أمال البعد ده ليه؟ بسبب رؤية النفس. عشان كده بعضهم عرف التصوف بأنه إيه؟ أن يميتك الحق عنك ويحييك به. سبحانه وتعالى. فمشاهدة وصف قريب أي أن الله عز وجل إذا تجلى عليك بأنوار قربه، إذا تجلى عليك بأنوار قربه فيستولي على النفس فيغيب بعد النفس في قرب الحق. أما أنا أشوف نفسي بتبقى الدنيا ظلمة، معلش في التعبير البلدي ده، يعني صح، يعني انا مظلم. ايوه، وده اللي بنحسه يا مولانا. بيبقى في حته ظلمه موجوده كده. آه. فاول ما يتجلى علي بانوار قربه تقوم الظلمه تروح فين؟ ما اصل الظلام عدم. الظلمه عدم. او العدم ظلمه في الحقيقه. لكن الوجود نور. عشان كده بقى الوجود حق والظلمه باطل او العدم باطل.